الشجره تقعد تقيس كي العلك، معناها هذا العلك معناها تمصها تخلطها في كرشها وتجيبها اون سور دوماستيك، تجيبها تحنط بها الخليه، البروتيج الخليه. اذا كي تبروتيجي الخليه معناها لو كان يدخل ان انتري معناها يدخل تدخل حشره غريبه عن نحن نفرض تدخل فار، واش تدير له؟ تقتله ما يقتلوه ويحنطوه بهذا العكبر كما زمان وقت الفراعنه كانوا يحنطوا الاموات تاعهم بالعكبر. معناها هنا نشوف وقت من وقت فرعون لغايه الان اصبحنا الفراعنه كانوا يعرفوا العكبر، والجزائريين الان في الحاله هذه جاهلين العكبر. كي تمشي للانترنت وتقول بروبوليس اون فرونسي ولا العكبر باللغه العربيه، واش يقولوا لك؟ سي ان تري فور انتيبيوتيك ناتورال، اقوى مضاد حيوي طبيعي. معناها هنا كي نقعد نشوفوا معناها هذا الله سبحانه وتعالى واش خلقنا؟ خلقنا خلايا سرطانيه نائمه في كل الكائنات الحيه سوى بني ادم ولا حيوانات. اذا هذا العكبر تناول تاعه يقضي على الخلايا السرطانيه النائمه، ما يخليهاش تقلع. اذا نقدر نقول سي ان فاكسان كونت لو كونسير، كما الله سبحانه وتعالى واش قال لنا؟ قال لنا لكل داء دواء. معناها ها هو الدواء تاع لو كونسير، معناها اللي راه منتشر في البلاد اذا طريقه الاستعمال تاعه قطره معناها رطل تاع عسل ديليه معناها وتخلى ودير فيه لي ديغرام تاع العكبر. اذا واش يصرى من بعد تخلطه وتاكل 3 فوا بار جور، المده تاع الاكل 15 يوم فقط، لا ديوري تاع لا كور 15 جور. اذا 3 فوا بار جور الاولى اجان، زوجة من بعد الغداء، ثالثة من بعد العشاء، معناها مغرف تاع قهوة في نص كاس ما دافي، كما كان يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، معناها شربة تاع عسل، ما قالناش أكلة. الإنسان اللي ياكل مغرف تاع عسل، معناها تنزل مباشرة وتبطى باش تتحلل في المعدة، إذا هنا كي تاكلها معناها كسائل في سائل، إذا واش تمشي مباشرة تتغدى منها، يتغدى منها العروق والإنسان يحس معناها. الإنسان اللي ياكل العكبر في لي 5 برومي جور واش يصرى؟ له؟ إذا تبان ظاهرة عندما يمشي معناها يقيس الفضلات، يقيسهم كسائل. معناها هنا يعرف بلي العكبر هنا قام راه يقوم بالعمل تاعه في تنظيف، ينقي معناها ينظف الجهاز الهضمي، وينظف الجهاز البولي، وينظف الجهاز التناسلي، وينظف الجهاز التنفسي. إذا هنا بويسكو سي ان تري فور انتيبيوتيك ناتورال، أقوى مضاد حيوي طبيعي. إذا هذا التناول تاعه معناها يجب معناها على كاع الأسرة. إذا بقارورة كما هكا وحدة تاع عكبر معناها عائلة كاملة تحميها وتطرد منها كاع الجراثيم الموجوده داخل البطن، داخل البطن الانسان. اذا هنا واش نقولوا؟ نقولوا ان الله سبحانه وتعالى اكرمنا بهذه الماده، ونحمد الله على 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 هذه الماده وعلى هذه الايام الطيبه الذي معناها وفقنا الله باش نشرح للناس كاملين معناها فائده العسل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.